ألف مبروك للفائزة بجائزة 250 ألف شيكل من جوائز حسابات التوفير من مصرف الصفا. مبارك مبارك ألف مبارك يا حبيبي. تواصلنا مع الفائزة على أساس بدنا نصور معها حلقة تراثية عن قصور عرابة ضمن برنامج تلفزيوني. إحنا اليوم حاضرين في مدينة جنين، تحديداً في قرية عرابة. معنا اليوم ضيفة من ريحة زمان وأيام زمان، معنا الخالة مشخص حمدان. كيف حالك؟ الحمد لله. إحنا اليوم ضيوف عندك. أنا بفضل إنه كل إنسان يشوف هالمقامات هاي يأخذ العبرة. خالتي إحنا بدنا نأخذ هلأ استراحة زغنونة. مقدم الحلقة طلب استراحة من التصوير، وخلال الاستراحة بتوصل رسالة نصية من مصرف الصفا عن حسابات التوفير. خلينا نشوف كيف تفاجأت معنا. جاني مسج، فرصتك لربح 250 ألف شيكل، افتح حساب توفير اليوم وادخل السحب فورا من مصرف الصفا. ما شاء الله هذول الجماعة عندهم حملة، هاي سمعت فيها عندهم حملة اسمها ربحك وفير من حساب التوفير. أنا إلي رصيد عندهم. مصرف الصفا ربحك وفيري، يلي بالثقة دوما جديري، وانت اللي ربحت الجائزة الكبيرة 250 منا يعطانا. ألف مبروك يا حجي، انت ربحت من مصرف الصفا 250 ألف شيكل. مبارك مبارك. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل اللفة والدورة هاي انتو. الفرصة لسه قدامك والجوائز لسه مستمرة. افتح حساب توفير بقيمة 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لتدخل السحب فورا، وكل 100 دولار زيادة بحساب التوفير وكل شهر على مضي الحساب من بداية الحملة بتزيد فرصك بالفوز. مصرف الصفا، خدمات مصرفية إسلامية متطورة.